السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم نسلان. اليوم جبت لكم الجدول الأول بالنسبة لجدول التنظيف والتنظيم، اللي هو التنظيف السطحي أو التنظيف اليومي أو المهام اليومية. كما راكم تشوفوا عندي هنايا اليوم قسمته لثلاث أقسام، كما راكم تشوفوا عندي صباح، عندي زوال، وعندي المساء. نبدأ لكم بالصباح. عندي تنظيف غرفة نومي، تهوية الغرفة، مسح الغبار والأرضية، غرفة الأطفال، تنظيف الحمامات، المطبخ، تحضير الفطور، جمع الأواني، تحضير الغداء، غسل الأواني، وتحضير طاولة الأكل. هذا في الصباح. هنايا قسمت لكم هنايا الغرف وحدهم والمطبخ وحده. علاش المطبخ وحده؟ لأنه أكبر بلاصة تدي أكبر وقت. هنايا تنظيف غرفة النوم، هنايا النوم في غرفة النوم حاولي أنك ما تودريش الوقت بزاف، يعني اذا فتي 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 10 دقائق حاولي انك ما تفوتيش ربع ساعه في الغرفه تاع النوم تاعك، باش تخلي الوقت وما تديش وقت كبير في تنظيف الغرف. انا هنا غرفه الاطفال ما عنديش، يعني انا الابن تاعي راح مدايرته معايا في الشومبره. هنا واش ندير؟ اول حاجه نديرها نهوي الشومبره مع النظم، نرقد قبل ما نغسل وجهي، قبل ما نخرج من الشومبره تاعي اصلا نهوي الشومبره تاعي، ونخرج الافريشه، الاغطيه تاع الفراش، الغطاء اللي تغطيتي به، الغطاء اللي انايا مدايره غطاء سبيسيال للفراش، يعني باش ما نوسخش الفراش تاعي، مدايره غطاء نديرو من ليل لليل، وغدا من ذاك ننفضو تضرب فيه الشمس، ننفضو ونطبقو ونرجعو لبلاصتو. نمسح مسحه خفيفه للغبار. كيفاش نمسحها؟ بليلانجات، ليلانجات نجبد وحده نعقب بها على لاكوافوز وعلى الطاب دو نوي، على السرير، على الخزانه، يعني مسحه خفيفه خفيفه جدا. من بعد ديجا نكون ديجا هزيت لي سوندلي من الارض، نخرجهم على الفراش، نهز الابن تاعي، انا ابن تاعي يبكر كي سردو يبكر بكري، نهزو حتى هو، ننفض له فراشو، من بعد نغير له الملابس تاعو والحفاظات، ونعاود نرجعو في سريرو، ونجمع هذوك الالعاب تاعو، الالعاب تاعو ديما يطيشهم لي من سريرو للارض. دارت له سله سبيسيال، سله صغيره سبيسيال لي جوي تاعو، ونولي شومبرتين. من بعد ما نكون مسحت الغبار والاخر، ديجا تكون ضربت الشمس في الفراشات، ندخلهم، نعدل السرير تاعي، نعدل السرير يعني نسوي الدرا ونحط المخاد، نعدل الديكوريه. واذا انت من النوع اللي يعني تحطي حاجه قدام راسك، يعني قرعه تاع ما، كاس تاع الماء، بطيئه اورد كنتي كليتي وخليتيها، مكسرات، تكوني ديجا دايره ساشي، ساشي ديجا سبقتي ودرت لكم فيديو كيفاش تجمعي الاكياس، يعني تحتفظي بالاكياس، والا ديري سله. انا عن نفسي مدايره سله صغيره قدام لاكوافيس، نطيش فيها ليلانجات، نطيش فيها يعني هذوك القطن كي نمسح به. المهم وتكوني مدايره سله تحطي فيها الحوايج، تجمعي فيها الحوايج الزايده في الغرفه باش ما تقعديش خارجه وداخله من شومبرتك، يعني تلمي في السله هذيك الحوايج اللي ما يكونوش تاع الشومبره، وكي تخرجي تهزي السله تاعك وتخرجي الحوايج فرد خطره. نكمل لكم، نكون ديجا رميت القمامه في هذيك السله، ونكون بدلت الابن تاعي، ثم تكون الغرفه تاعي خلاص نظمتها ورتبتها، نخرج نروح للحمام، نغسل وجهي ونغسل وليدي وجهه، من بعد نروح ديريكت للمطبخ، نحضر الفطور، من بعد كي ندير الفطور ونفطروا ونكملوا، نجمع الاواني نحطهم في حوض الغسيل، من بعد نروح مباشرة للغدا، نحضر الغدا باش نكون متهنية على الغدا، باه ما نقولش يعني ياوي يروح ليا الحال ولا، نحضر الغدا، من بعد نجمع الأواني تاع الفطور وتاع اللي خدمت بهم، يعني اللي وجدت بهم الغدا، نغسلهم، نرتب هذاك المطبخ، نرتبه مليح، ونحط لما يعني يقطروا، نمسح الكونتوار البوتاجي والرخامة اللي عنده رخامة واللي عنده يعني البلاصة اللي تكوني تخدمي عليها. من بعد نعود نخرج من الكوزينة، ديجا نكون نظمتها كملتها، والغدا راهو يطيب، يعني نخليه يطيب ونروح نكمل خدمتي. نروح للحمامات ننظفهم، من بعد نبدا نمسح الارضيه، اذا تحتاج لمسيح نمسح، اذا تحتاج غير الكنيس نكنس الارضيه تاع الدار كامل. و
واكيد اللي عندها غرف انا نحكي لكم هكا لانه انا ما عنديش الغرف بزاف من غير غرفه نومي. غرفه الضيوف ما ندخلهاش يعني ديما تقعد نضيفه، هذيك نخدمها من اسبوع لاسبوع لانه ما عنديش اللي يقعد فيها. ندخل الحوايج اللي خرجتهم سواء خرجتي زرابه او افريشه او تنفضيهم تدخليهم، اللي يطبق طبقيه اللي يتفرج تفرجيه وتغلقي التيق تاعك بهذا يعني بهذا الخدمه راح تكوني كملتي خدمتي خدمتك تاع الدار كملتي، تعاودي ترجعي للمطبخ تاعك تحضري طاوله الاكل وهكا راح تكوني كملتي، ويكون عندك وقت لي تروبوزي فيه شويه ما بيدرجع الزوج تاعك ولا رجعوا اطفالك من المدرسه. هذه توقيت تاع الصباح. نروحوا دوكا للزوال. الزوال واش فيه؟ فيه تنظيف المطبخ من اواني الغداء، ترتيبه تنظيفه، ترتيب الاغراض في اماكنها، مسح الرخامه، تنظيف جهاز من اجهزه المطبخ، وتخصيص وقت لمشاهده التلفاز. هذه دوك نولي لكم هنايا قلت لكم في الزوال. في الزوال ماهيش راح تكون خدمه كبيره، عندك تنظفي المطبخ يعني كي تكونوا تغديتوا كملتوا، تغسلي الاواني تاع الغداء، ترتبيهم في اماكنهم، تحاولي تمسحيهم تكوني مدايره يعني منديل خاص اللي تشيحي به الاواني، ترديهم ترتبيهم في اماكنهم، تنحيه من يعني تنحيه من حوض الغسيل، وتنظفي تنظفي كلش، وتحاولي كل مره يعني بعد ما ترتبي الاغراض في اماكنها تحاولي كل مره تنظفي جهاز من اجهزه المطبخ. مثال تمسحي الروبو، حاولي انك تمسحيهم كامل مع بعضهم لانه راح تمسحيهم يعني من الغبار ومن ما كيش راح تستعمليهم كامل كامل يوميا. اكيد امسحي مثلا نقولوا احنا الروبو البيتخا هاد الحوايج امسحيهم ما تخليش فيهم الغبره، واللي خدمتي بها اكيد راح تمسحيها تشيحيها مليح من الماء وترديها لبلاصتها. من بعد تخصصي وقت اللي تريحي فيه، سواء بغيتي تفرجي تلفزيون، بغيتي تكونيكتي، بغيتي تفرجي في اليوتيوب، ولا العنايه الشخصيه يعني تعتني بروحك، تحبي تقيلي، تحبي تعدلي روحك، تحبي تخرجي. ليسونسيال حاولي انك تخلي وقت تخصصيه لروحك كما سبق لي قلت لك، لازم ما تستهزيش على روحك. نروحوا للمساء. المساء واش عندك؟ عندك اعداد العشاء. اذا كنتي من النوع اللي طيب غدا وعشاء راكي تكوني ديجا تهنيتي من العشاء، واذا كنتي من النوع اللي العشاء وحده والغدا وحده راح ديري العشاء. حاولي انك ديري عشاء خفيف ما ديريش حاجه ثقيله وتدي لك من الوقت. تغسلي الاواني اللي عددتي بهم العشاء، من بعد تحضري طاوله الاكل وتروحي مباشرة لأطفالك. أطفالك تروحي تراقبي لهم دروسهم وواجباتهم، تشوفي إذا عندهم واجبات لازم يديروها، وإذا عندهم دروس تاع الحفظ لازم تشوفيهم إذا راهم حافظين دروسهم ولا ها، تحضري لهم أدواتهم تاع الغد من ذاك. المهم تحضري أي حاجة متعلقة بأطفالك سواء في دروسهم ولا في ملابسهم، وتراقبي لهم المحافظ تاعهم، تشوفيهم ترتبي لهم المحافظ وتعوديهم وتحاولي تعوديهم حتى هما يرتبوا وحدهم المحافظ تاعهم ويرتبوا واش عندهم غدوه في الجدول، مش حتى غدوه صباح يجي راح يقرا واللي يجري ويرتب في الادوات اليوم عندي هكا لازم نهز هكا هكاك راح تعود فوضى. من بعد تروحوا كي تتعشوا وتكملوا اكيد راح تنظفي المطبخ وترمي القمامه. هنايا علاه ترميها في الليل؟ حاولي انك تجمعي تاع النهار وترميها في الليل، لانه عامل النظافه اغلبيه عمال النظافه يفوتوا في الليل وفي الصباح الباكر، يعني ما تقدريش تخرجي القمامه في الزوال امام الجيران شويه عيب. من بعد تروحي تحضري لباس الزوج ولباس الاطفال، واذا كنتي من النساء العاملات حتحضري حتى لباسك انتيا. اذا كانوا لباسهم تشوفيه اذا كيما الاطفال اذا المآزر تاعهم وسخوهم تبدليهم لهم، ديري لهم اكيد ماهيش راح تكون عندهم فرد مئزر، تغيري لهم المآزر ديري لهم مآزر نظيفه. اللباس تاعهم كيف كيف نفس الشيء راهو مع المآزر. جواربهم كيما هما كيما الزوج. تروحي الساعة هذيك للدار تشوفيها إذا تحبي تمسحيها ولا تكنسيها، وإذا من نوع اللي إذا كنتي عاملة حضري صينية الفطور للغد، وإذا ما كنتيش عاملة راح تجيك سهلة كي تنوضي الصباح تلقاي صينية الفطور
جاهزه، وتقدري حتى تحضريها كي لاشتار كنتي حتى واذا كنتي ربة بيت تحضريها وتخليها تغطيها بمنشفة هكا، تغطيها بغيطة وتخلي غدوة من ذاك غير تطيبي الفطور. هذا هو الجدول تاع المهام اليومية، وكل واحدة راح تغير فيها على حسابها هي، على حساب ثم على حساب واش حبت تضيف وتضيف وتنقص واش بغات هي. ان شاء الله يكون عجبكم، راني درت جهدي والله تعبت باش نوجد لكم هذا الجدول، ان شاء الله ينال الاعجاب تاعكم. واللي عجبها الفيديو دير جمع الفيديو، وانتظروني في المهام الاسبوعية والشهرية، والى اللقاء مع الفيديو الجديد ان شاء الله.